جوي يعني فعلا كأني كأني قاعد في جدو. هذا اليوم الخميس 23/7/2020 من داخل مدينة جادو من الجبل الأشم، إحدى مدن الجبل الأشم وإحدى المدن الليبية المجاهدة وإحدى المدن اللي واكبت ثورة فبراير وأبناها مشاركوا في جميع العمليات العسكرية في عملية بركان الغضب العسكرية. أتينا هذا اليوم من واقع دورنا التعبوي لزيارة تفقدية لأهالي الشهداء وأهالي أبطال عملية بركان الغضب وأهالي المدينة كافة. فلا يسعني في هذه اللحظات إلا أن أنوه أن أشكر أهالي المدينة على حفاوة الاستقبال وعلى الضيافة، ووجه لهم تحية وتحية لكل الليبيين الشرفاء. وننتهز هذه الفرصة لإيصال رسالة للداخل والخارج أن أبطال عملية بركان الغضب العسكرية لا زالوا مستمرين في عملياتهم العسكرية حتى يتم تحرير كافة المدن الليبية من الخارجين عن الشرعية تنفيذا لتعليمات سيد القائد الأعلى للجيش الليبي. وأبطالنا على مشارف مدينة سرت صامدون ومرابطون وهم في انتظار التعليمات الصادرة إليهم من قياداتهم، وعملياتنا العسكرية وفق خطط معدة من قبل مختصين بالجيش الليبي. لا ننسى توجيه الشكر للحكومة التركية لما قدمته من مساعدات وفق القوانين وفق المعاهدات التي موقعة بين تركيا وبين حكومة الوفاق حسب ما تقتضيه اللوائح والقوانين المعمول بها. لا ننسى هناك ملاحظة أخرى فيما يخص ما بعد التحرير في جنوب طرابلس والمدن المحررة، العمل على قدم وساق جميع الاختصاصات وفق الخطط المعدة والتعليمات أولا بأول حسب التراتبية. ولا ننسى أن أجهزتنا المعلوماتية وكل الليبيين الشرفاء في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية والمناطق الحدودية على تعاون، وإحنا كحكومة وفاق وكجيش ليبي شرعي مهني لدينا دراية بكل ما يجري في الدولة الليبية، ونحن إن شاء الله سنحرر كافة التراب الليبي، ولكن السرية أساس نجاح الخطط العسكرية، ويعلن عنا إن شاء الله كل شيء في حينه. الشباب اللي كان يساعد ليكم والقوات المسلحة.